بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي في قناة إنجليزي ابتدائي أند إعدادي مع مس هناء السماح. إن شاء الله النهاردة هناخد نموذج لاختبار نوفمبر. نوفمبر مونثلي إكزام، ده اختبار على الوحدتين التالتة والرابعة، اختبار نوفمبر. أول سؤال معنا بيقول read and complete the following dialogue with words from the box. اقرأ وأكمل الحوار بكلمات من الصندوق. أول نصيحة هنقولها لما يكون في قدامك حوار زي كده، تقرأ كويس جدا الكلمات اللي هي مديها لك تكمل منها، وكمان تقرأ الحوار كله للآخر علشان تقدر إن شاء الله تختار صح وتكتب الفراغات هنا صح. أوكي، بالتوفيق إن شاء الله. بيبدأ الحوار هنا معانا جون. جون بيقول إيه؟ هاي عمر، أهلا عمر. I'm drawing a school project، أنا أقوم بعمل مشروع مدرسي. About عن Egyptian clothing، الملابس المصرية. Can you aid me، عايز أقول له هل يمكنك مساعدتي، بطلب منه المساعدة، يبقى هنقول إيه؟ help. ده هيتكتب في الفراغ number one help. عمر بيقول هاي جون، أهلا جون. sure بالتأكيد، مش هو طلب منه المساعدة فيقول له sure بالتأكيد. what do you want to know، ماذا تريد أن تعرف؟ جون واضح من اسمه أن هو شخص لسه مش عارف إيه هي الملابس المصرية، فبيسأل بيقول what do you usually، ماذا أنتم عادة wear ترتدي أو ترتدون، يبقى هنخلي هنا wear في الفراغ number two. ماذا أنت عادة ترتدي؟ قال له عمر، قال له I wear، أنا أرتدي. أرتدي إيه؟ Egyptian clothes يعني ملابس مصرية إيه؟ traditional، traditional يعني تقليدية. أنا أرتدي ملابس مصرية تقليدية. جون بيقول له what is it، ما هي؟ قال له the جلابية، الجلابية. this is a long white، بتوصف الجلابية بأنها إيه؟ a long white robe، يعني رداء أبيض طويل. يبقى هنا الفراغ number four هنكتب فيه هنا robe. نشوف number two بيقول إيه؟ read and complete the text، اقرأ وأكمل النص. with words from the box، بكلمات من الصندوق. برضو لازم نعرف إيه هي الكلمات دي، نركز فيها عشان نعرف نكمل الفراغات اللي هنا. causing يعني يسبب، temperature درجة حرارة، ميثان غاز الميثان، greenhouse لو جت بعدها gases يبقى معناها غازات الاحتباس الحراري، water يعني مياه. هنبدأ هنا نقول إيه؟ climate change يعني تغير المناخ، يبقى موضوعنا هنا هيتكلم عن تغير المناخ. describes يعني يصف، تغير المناخ دي كلمة بتصف، تصف ايه؟ how our normal weather is changing over a long period of time. الكلام ده كله المكتوب بيقول how our normal weather، يعني كيف ان طقسنا العادي، حالة الجو بتاعنا، is changing، تتغير. over a long period of time، منذ أو على، عبر فترة طويلة من الوقت. scientists العلماء say that، يقولون أن humans البشر are، عايزين ناخد إيه هنا؟ فعل ونقول climate change، بيعملوا إيه؟ climate change تغير المناخ، causing يعني يسببوا، يبقى البشر هم اللي بيسببوا تغير المناخ. طيب ازاي؟ بيقول we produce too many، نحن ننتج too many ايه؟ greenhouse gases يعني غازات احتباس حراري، يبقى دي في الفراغ number two. we produce too many greenhouse gases، نحن ننتج غازات احتباس حراري كثيرة جدا. through من خلال ايه؟ factories مصانع، transportation وسائل المواصلات، making and building things صناعة وبناء الأشياء، and farming وكمان الزراعة. the greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري مالها؟ stay in the air تبقى في الهواء، and make the إيه go up بتخلي إيه يرتفع، temperature درجة الحرارة، غازات الاحتباس الحراري تسبب ارتفاع في درجات الحرارة. greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري، are gases هي عبارة عن غازات، like water vapor مثل بخار الماء، carbon dioxide ثاني أكسيد الكربون، and في كمان نوع تاني من الغازات الاحتباس الحراري اللي هو ايه؟ ميثان، غاز الميثان، هنكتبه هنا في number four.
هنشوف بعد كده number 3 بيقول read and match A with B، اقرأ وصل A with B. عندنا number 1 بيقول ايه؟ she studied hard، هي ذاكرت بجد. ايه هنكمل بيه يا ترى؟ a very beautiful country، يعني بلد جميلة جدا. is the oldest part of أسوان، هي أقدم جزء في أسوان. to get good grades، لتحصل على درجات جيدة. for a great holiday in طابة، من أجل إجازة أو عطلة رائعة في مدينة طابة. the way water moves، الطريقة التي يجري بها الماء أو ينتقل بها الماء. كربون دايكسيد، ثاني أكسيد الكربون. هنرجع لنمبر 1 بتقول she studied hard، هي ذكرت بجد. to get، لتحصل على. good grades، درجات جيدة. نمبر 2 Egypt is، مصر هي. مصر ايه؟ هي a very beautiful country، يعني بلد جميلة جدا. نمبر 3 بيقول flow. flow يعني means معناها تعني. كلمة flow اللي هو التدفق أو يتدفق، دي معناها إيه؟ the way water moves، الطريقة التي ينتقل أو يجري بها الماء. نمبر 4 Elephantine Island، جزيرة إلفانتين. مالها؟ is the oldest part of أسوان، هي أقدم جزء في أسوان. نمبر 5 you can find everything، يمكنك أن تجد كل شيء. فين؟ for a great holiday in طابة، من أجل إجازة رائعة في طابة. نشوف باقي الاختبار بيقول إيه؟ reorder يعني إعادة ترتيب the words، الكلمات to make correct sentences، لتصنع جمل صحيحة. نمبر 1 بيقول إيه؟ be the verb to be، to leave ليغادر أو لأغادر. I'll معناها I will، أنا سوف. sad حزين، so كذلك. هنبدأ بإيه هنا؟ بالكلمة التي تحتها خط اللي هي I'll أو I will، أنا سوف. يجي بعدها إيه؟ مصدر الفعل هنا اللي هو be، أنا سوف أكون. I'll be إيه؟ سوف أكون إيه؟ sad حزينا. to leave so أن أغادر كذلك. آدي هنا نمبر 4، وعندنا آخر حاجة so. I'll be sad to leave so. نمبر 2 are the verb to be، of حرف جر. change يعني يغير أو تغير. climate المناخ. the results النتائج. what معناها ما أو ماذا. كلمة استفهام نبدأ بها سؤال، أول حاجة هنقول إيه؟ what. what إيه؟ هنقول what are، لما يكون في verb to be أجيبه على طول بعد كلمة الاستفهام في السؤال. هقول what are the results، ما هي نتائج. what are the results of، ما هي نتائج. نتائج إيه؟ climate change، تغير المناخ. يبقى هنقول climate بعد كده change. what are the results of climate change، ما هي نتائج تغير المناخ. نمبر 3 wearing يعني ترتدي. مروة اسم بنت. dress فستان. a spotted منقط. is the verb to be. هنبدأ أول حاجة ب مروة، هي إيه؟ الفاعل. طالما في جملة بدأنا فيها بالفاعل والجملة دي فيها verb to be، نجيب verb to be بعد الفاعل على طول. لا يفترق verb to be عن الفاعل، ما نبعدهوش أبدا عنه. وفي السؤال نجيب كلمة الاستفهام الأول وبعد كده verb to be. في الجملة نجيب الفاعل الأول وبعده على طول verb to be. هقول مروة is، مالها؟ is wearing، ترتدي. ترتدي إيه؟ a spotted dress، يعني فستان منقط. هادي spotted و dress. نمبر 4 made يعني مصنوع. بعد كده يجي of، من. جلابيز اللي هي الجلابيات. cotton اللي هي مادة القطن، خام القطن. we are the verb to be، وادي of حرف جر. هنقول جلابيز الجلابيات، مالها؟ ادي جملة والجملة دي فيها verb to be اهو are، هنجيبه بعد الفاعل على طول. يبقى جلابيز are، الجلابيات مالها؟ are made يعني مصنوعة من، ده حرف جر. cotton اللي هو القطن، ادي cotton. خلاص جلابيز are made of cotton. بعد كده هنشوف نمبر 5 بيقول complete the sentences with the correct form of the words in brackets، يعني أكمل الجمل الآتية بصيغة صحيحة للكلمات ما بين القوسين. نمبر 1 I، أنا. watch يعني أشاهد. TV، التلفاز، at 6 p.m. yesterday،
في الساعة 6 مساء أمس. طيب عندما أشوف الصياغة اللي هي آت وبعدها ساعة، وهيجي بعدها هنا كلمة تدل على الماضي، خلاص هنعرف إن هو عايز زمن إيه؟ الماضي، الماضي المستمر. يبقى آت وساعة وكلمة تدل على الماضي، يبقى هو بيتكلم كده عن زمن ماضي مستمر. طيب ماضي مستمر أدي الفاعل، بعد على طول يجي verb to be المناسب ليه اللي هو إيه هنا؟ was. هاي يجي مع هاي يجي معاها was. بعد كده الفعل اللي هو إيه؟ watch، أهو مصدر الفعل وهنضيف له ing هيبقى watching. يبقى I was watching، أنا كنت أشاهد التلفاز في الساعة 6 مساء أمس. نمبر 2، she went to، هي ذهبت إلى the shop المحل، to a أو المتجر، to a buying some bread لتشتري بعض الخبز. هنا to معناها لكي، يجي بعدها إيه؟ مصدر الفاعل، مش فعل مضاف له ing، يبقى عايزين مصدر الفعل اللي هو buy فقط، لتشتري أو لكي تشتري. نمبر 3، he bought، هو اشترى sunglasses نظارة شمسية، for protect his eyes ليحمي عينيه. نستخدم ايه؟ نستخدم to، حرف جر to معناها لكي يحمي عينيه، دي بنستخدمها للغرض، الغرض من فعل الشيء، الغرض من شراء النظارة هو أن يحمي عينيه، to بعدها مصدر الفعل protect. نمبر 4، what معناها ما أو ماذا، was the verb to be، you doing at 9 p.m. yesterday، ماذا كنت تفعل في الساعة 9 مساء أمس. طيب طالما جاب آت وساعة وكلمة تدل على الماضي، يبقى هو عايز زمن ماضي مستمر. طيب يلا نركب سؤال في زمن ماضي مستمر، أدي كلمة الاستفهام اللي هي what، بعد كده verb to be، أدي verb to be هنخلي where بدال was، ليه؟ علشان هنا الفاعل you، was دي بتيجي مع you she it فقط. أوكي نمبر 5، نقول we نحن travel by boat، نسافر بالبوت اللي هو القارب، to the island للجزيرة at 5 a.m. yesterday في الساعة 9 صباحا أمس. طيب هنقول إيه؟ طالما في at وساعة وكلمة تدل على الماضي، يبقى برضو عايز زمن ماضي مستمر. ماضي مستمر هيبدأ بيه هنا الجملة مثبتة، تبدأ بالفاعل اللي هو we، بعد كده verb to be المناسب ليه هو إيه؟ where، هم كانوا travel هنخليها traveling، ادي الفعل travel كده المصدر هنضيف له ing يبقى traveling. we were traveling، نحن كنا نسافر بالقارب للجزيرة في الساعة 5 مساء صباح أمس. وهنا هنضاعف حرف ال L، ليه؟ علشان الفعل travel ينتهي بحرف ساكن اللي هو ال L، ما قبله متحرك اللي هو الـ E، هنضاعف الساكن L ونضيف الـ ING. آخر حاجة عندنا بيقول write a paragraph، اكتب فقرة of 5 sentences من 5 جمل using the following guiding elements، باستخدام العناصر الإرشادية التالية، بيتكلم عن your clothes يعني ملابسك، guiding words كلمات مرشدة، beautiful جميل، colorful زاهي الألوان أو ملون، belt حزام، spotted منقط، favorite مفضل. هسيب مسافة كلمة، هبدأ بحرف كابيتال، كل مرة أخلص جملة هضع آخرها فول ستوب، وهراعي لو في علامات ترقيم تانية. I love my clothes، أنا أحب ملابسي. They are beautiful and colorful، إنها جميلة وملونة أو زاهية الألوان. I have a spotted lovely dress، أنا لدي فستان جميل منقط. My favorite color، يعني لوني المفضل is red، لوني المفضل هو اللون الأحمر. I have a brown pants، أنا لدي بنطلون بني with dark brown belt، بحزام بني غامق. تابعنا إن شاء الله عشان بإذن الله ننزل لك فيديوهات نماذج استرشادية لاختبارات نوفمبر، بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.